الريسايكل بتاعنا النهاردة خطير، محدش عمله قبل كده. من ازازة الشامبو الفاتيكا اللي انتوا شايفينها لفاز شيك قوي اللي هي الريشة تريندي، اهي الصور اللي انا مستوحاها منها، طبعا غنية عن التعريف، منتشرة قوي دلوقتي وبتتباع باهظة الثمن. فانا هنعملها بالازازة الجميلة اللي انتوا شايفينها. ابعاد الازازة وطولها وعرضها والسكنس بتاعتها كده، هي شجر، ورقة شجر كده بالظبط، عشان كده قلت هتنفع قوي لفكرتنا النهاردة. طيب عملتوا لايك ولا لسه؟ والاشتراك يلا اشتركوا بسرعة، عشان قناتنا بإذن الله هتفيدكم عليها حاجات حلوة قوي بنعملها مفيدة لكل بيت، وبتوفر عليكم كمان، بدل ما تشتروا ديكورات غالية كتير هتلاقوا عليها كل الديكورات اللي انتوا عايزينها. وزي ما انتوا شايفين انا عملت باترون على هيئة ورقة شجرة، سهل جدا. هتاخدي وتقيسي الطول والعرض بتاع الازازه بتاعك، وبعد كده هنرسم الرسمه اللي فوق دي، ومن الجناب سبعات كده اهو، ونفرغها ولزقتها بسولوتيب. وزي ما انتوا شايفين بالمشرط بتاعي بوريكم بالراحه جدا عشان تقدروا تعرفوا تفرغوها. خلاص انا بعد ما فرغتها بقى كانت معايا بالشكل ده، هنعمل من وش ومن الظهر. تمام اهو كده، بصوا بقت معايا عامله ازاي اهو. الظهر بقى انا عملت بطريقه، الطريقه التانيه اللي انا هحدد واشيل خالص الباترون، وبعد كده هعمل وهشتغل بالمشرط. حلاوه البلاستيك ده اللي احنا عملنا يعني اشتغلنا بيها كتير، حلاوته في ان هو مرن، يعني المشرط بيجري فيه وبالظبط في الاماكن اللي انت عايزاها. خلاص كده ظبطت من الجوانب، لازم الجوانب يعني ايه تتلاقى صح، يعني لما تحطي الباترون قدام ومن وش ومن الظهر الجوانب دي تبقى في سوا بعض. وبصوا بقى الشياكه ابتدت تبان جميله قوي. خلاص اهي، تعالوا بقى نشوف هنشتغل ازاي صح، ونعمل الشغل البارز الجميل من غير بقى الاسمنت والجبس والحاجات اللي بيعملوها دي. بس بظبط الاول بالمقص بتاعي اي رايش او اي حاجة حسها مش قد كده. خلاص كمان عايزين ناخد بالنا من الجزئية دي قوي، عشان الفينش ده والتفريغ الصح هيخلي الفاز معانا تحسوها انها حاجة صيني فاخر. كمان جبت بقى معانا هنا صنفرة يعني ولا ناعمه ولا خشنه، وابتديت اصنفر السطح حلو جدا عشان يستقبل ويتقبل اي حاجه كده تقعد على السطح، يعني ما تتشرش بسهوله. دي بواقي الخيوط اللي كانت معانا اللي كنا عاملين معاها بيها البرواز الحلو الشيك ده، اسيبه لكم في الديسكريبشن بوكس، يعني حاجه ترندي وراقيه قوي باذن الله تعجبكم. ودي خيوط اللي هي بتاعت عارفين خيوط المنجد القطن، حضرتها معايا. تمام، وابتديت احط غيرها كده زي ما هو ما خففتوش، اديت كده طبقه حلوه، وطبعا زي ما قلت لكم صنفرين قبل كده. وجبت الخيوط بقى الرفيعه بتاعت المنجد دي، ابتديت زي ما انتم شايفين اعمل بالطريقه دي. انا بالويم كده عامله خط من النص. تمام، وبعد كده هبتدي احط الخيوط سبعات كده زي ما انتم شايفين، بس فيها تعريجه بسيطه، وعايزه ما بينهم مسافات على قد ما تقدروا تبقى متساويه، مش قوي يعني بالشكل ده اهو. بصوا انا هنا سبتها من بالليل للصبح ونشفت معايا، يعني انا سبتها تيست كده عشان اعرف اللي انا بعمله ده هيفضل موجود ومكلبش على السطح ولا هيتهد في ثواني ومش هيبقى شغل عملي. فانا بيهمني قوي موضوع ان يبقى الشغل معانا عملي ويعيش، عشان يعمر كده احنا مش بنعمل شغل اي كلام. خلاص يعني بنعمله تيست كده، وبعمل كمان الجزء اللي فوق اللي انتوا شايفينه. عايزين بقى تبلوا الخيوط وتحطوها في الغيرة، عايزين تحطوا غيرة بعدين براحتكم، اهم حاجة تحتها غيرة وهي كلها متغرقة في الغيرة. اوكي، وبعد ما خلصت من فوقيها لتحتها كده كله، ابتديت احط التلاتة بالظبط من الخيوط في النص، نشفت سيبوها تنشف براحتها خالص. وبعد كده بمقص رفيع جدا ابتدي بقى اشيل كل الزوايد، هتتقص معانا بكل سلاسه على فكره، ده من فوق. طيب من الجوانب بقى طبعا انا سايبه زياده، بصوا انا بوريكم انها ناشفه. خلصت الجوانب كمان، وهبتدي بقى ايه اقص كده،
يعني بيعملوها من ورا بزيادة عشان تقدروا تشيلوها بالمشرط بكل سهولة كده. هعمل خط، مش لازم بقى اعمل نفس الرسمة من قدام ومن ورا. بصوا هي كده تمام، بجد شكلها شيك قوي، يعني تفاصيلها تجنن وسهلة قوي يا جماعة. بصوا من ورا كمان، قلت مش مشكلة من الخلف، هي كده كده مش عايزين غير الواجهة يعني. صنفرتها تاني عشان بقى اي غيرة زيادة اي رايش يتشال، وكمان من على الوش يعني. تعرفين انا بحب اهتم بالحاجات دي، وبقول لكم اهتموا بيها عشان الشغل يطلع معاكم تمام. طب يلا بقى نشوف بينا الخامات بتاعتنا اللي هندهن بيها. معانا دهان نص لامع ايا كان نوعه ايه، معايا هنا 2000 جي ال سي، خدت شوية تمام، وحطيت عليهم نفس المقدار غيرة، غيرة مخفف شوية يعني. تمام، وابتديت ادمجهم بالشكل ده، وبعد كده هحط عليهم حوالي معلقة نشا، مش كتير. معلقة النشا دي يعني هقول لكم انا عايزة ليه التكنيك ده، انا عايزة احس الخيوط دي حواليها كده زي اكنها حاجة بارزة، يعني مش مجرد خيط بس كده. اوكي، واديها برضو ايه حتة الفخار السنة برضو. بس فبعد كده بعد ما اشتغلت حسيت انها غليظة شوية، خففتها بشوية تاني بالدهان الابيض، وابتديت بقى افرد بالشكل ده. فكده الدهان ده هيدخل معانا في كل الخبايا، يعني الخيط اللي على السطح اللي فيه تعريج او فيه فجوات هيسد كل حاجة، وهتحسوها كده يعني خزف في نفسها قوي. وكمان بفرشة عريضة انا بدهن من جوه عشان زي ما انتوا شايفين هي باينة ومفرغة شوية. بس انا هعمل تكنيك دلوقتي، انا بقى عايزة اسد الفجوات دي تمام، لان مع الوقت اللون اللي من جوه الاخضر ده هيبان، والزرع هي يعني ايه وانتوا بتحطوا كده الفرع بتاع الزرع هيخدشوا اكيد من جوه، فمش تبقى عملية. نعمل حاجة بقى بالمرة بروفيشنال، قلت اجيب مناديل بدهن كده من على الحواف بالظبط بالظبط، ما سيلش يمين ولا شمال الغيرة بتاعي، ويكون الغيرة مش مخفف. وزي ما انتوا شايفين بالتكنيك ده كده ببتدي ادخلها بالراحة، بعد ما اثبتها واعرف هي فين اروح بلها بقى بالغيرة تمام، وابتدي بقى ايه اشيل بقى كل الزيادة دي. فاللي هيتشال الحاجات اللي مش متشربة غيرها، اللي انا مش قصده اشربها غيرها عشان تبقى معايا بالشكل. بصوا بعد ما فرغت كل المناديل بقت معايا كده، بصوا الشياكة بقى اكنها كده ايه يعني مظبوبة صب تمام. انا يعني في حاجات بعملها بحس ان انا فرحانة بيها، لان يعني ايه ببقى عايزة اطلع حاجة معينة بتطلع زيها، فبشكر ربنا يعني هتطلع معايا تمام تمام. وبعد كده ابتديت بقى استخدم اللون الذهبي بتاعي معايا، بعمل من على الحواف، عملت من النص. وخدوا بالكم من الفرشة اللي بستخدمها، سنها ريشة قوي كده، هملة كل الجوانب. وطبعا وانا بعمل الحتة من الجنب دي اتعمد ان اللون الابيض يبقى مش متناسق كده، في ضربات الفرش بتاعتها ما تبقاش تبقى مزجزجة كده. وكده خلصنا معانا الفازة الريشة والسوشياكة، بجد نستاهل لايك ومشاهدة كاملة ودعم وشير كمان منكم. ايه رأيكم؟ عملت لكم حاجة تندي وجميلة وبتتباع غالية بخامات، ويعني مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. بصوا اللون الذهبي شيك جدا معاها، والظهر كمان عملت كده ضربة بالفرشة يمين وشمال، قلت نستخدمها بقى زي ايه دبل فيس وش وظهر. جميلة قوي قوي، انا عن نفسي مبسوطة ان شاء الله بيها. يعني نعمل بقى شوية حاجات كده ذهب في ابيض حلوة، وبرضو البرواز الجميل ده هسيب لكم طريقته في الديسكريبشن بوكس. كنت مع ابتكارات ميرا، انتظروني في افكار تانية حلوة كتير قوي ترندي هنعملها مع بعض، مستنية دعمكم بلايك. شكرا، سلام.